بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة المائدة. الدرس 31. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. لما ذكر الله سبحانه وتعالى في الآيات السابقة أنه أخذ الميثاق على اليهود والنصارى، ناداهم في هذه الآية جميعا فقال سبحانه: يا أهل الكتاب. والمراد بهم اليهود والنصارى، سموا أهل كتاب تفريقا بينهم وبين الوثنيين من وسائر الكفرة الذين ليس لهم كتاب وإنما هم أميون، وهذا من باب التعيير لهم. يا أهل الكتاب بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يلومهم على إعراضهم عن طاعته واتباع رسوله وهم أهل الكتاب، والكتاب الذي معهم ينطق بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم، بمحمد عليه الصلاة والسلام، ومع هذا خالفوه فهم لم يعملوا بالكتاب الذي بين أيديهم، وهم يجدون محمدا صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. هذه أوصاف الرسول صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل، ومع هذا جحدوها وعاندوها. فالله جل وعلا ناداهم نداء تبكيت وتخويف لهم، فقال: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم الذي وصفناه لكم في كتبكم، قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب. فهذا الرسول صلى الله عليه وسلم أطلعه الله بوحيه على ما عندهم في كتبهم، ويخبرهم بتغييراتهم وتحريفاتهم في كثير من المواضع. ومن ذلك حادثة حصلت في عهده صلى الله عليه وسلم، وهي أن رجلا من اليهود زنى بامرأة منهم، فهم تشاوروا بينهم ماذا يصنعون به، وذكروا أشياء من عقوباتهم التي أحدثوها وغيروا بها كتاب الله، يستبدلون بها حكم الرجم. فجاءوا قالوا: نذهب إلى محمد، يريدون بذلك إلقاء التبعة عليه ليتخلصوا من هذه الجريمة والمصيبة التي حلت بهم. فأخبروه بالواقعة فقالوا: ما تجدون في كتابكم؟ قالوا: إنه يعمل به كذا وكذا، يسود وجهه ويطاف به وغير ذلك مما ذكروه. فالنبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك أمرهم بإحضار التوراة
أمرهم بإحضار التوراة فأحضروها، وفيها آية الرجم، فنشروها بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، ووضع حبرهم أي أحد علمائهم وضع أصبعه على آية الرجم ليخفيها، وكان عبد الله بن سلام رضي الله عنه حاضرا، وهو من أحبارهم ومن الدارسين للتوراة، فقال له ارفع أصبعك، فرفع أصبعه فإذا آية الرجم تلوح، فأمر صلى الله عليه وسلم برجم الزانيين من اليهود. فهذا مما أحدثوه وغيروا به، وأن الرسول بين لهم، ولهذا قال يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب. فهذا دليل على صدق رسالته، وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم، فإنه أمي لا يقرأ ولا يكتب ولا قرأ التوراة والإنجيل، وإنما أوحى الله إليه وأخبره بما في التوراة وما في الإنجيل، فعنده علم مما علمه الله، فلذلك أفحمهم وخصمهم. يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب، ويعفو عن كثير من سيئاتكم وأخطائكم في حقه صلى الله عليه وسلم، فهم يخطئون في حقه ويسبونه ويهددونه ويتوعدونه، ودبروا له المكيدة لقتله فلم يتمكنوا، وأنجاه الله منهم، وسحروه صلى الله عليه وسلم فشفاه الله من سحرهم، إلى غير ذلك. ومع هذا يعفو عنهم عليه الصلاة والسلام ولا يعاقبهم، ويعفو عن كثير من سيئاتهم، لأن الله قال له كما سبق فاعفو عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور، وهو القرآن العظيم والرسول صلى الله عليه وسلم. قد جاءكم من الله نور وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه السراج المنير عليه الصلاة والسلام، وكتاب مبين وهو القرآن العظيم. جاءهم الرسول وجاءهم الكتاب من الله سبحانه وتعالى، كتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. فهذا القرآن إنما يهدي به الله من اتبع رضوانه وأطاعه، أما من عصاه وخالف أمره عن علم وعناد فإن هذا القرآن إنما يزيده ضلالا وعنادا وتمردا على الله سبحانه وتعالى. يهدي به الله من اتبع رضوانه، فدل على أن الذي يعصي الله متعمدا وهو يعرف الحق أنه لا يهتدي بعد ذلك. من اتبع رضوانه سبل السلام، الطرق الصحيحة السالمة من الهلاك. هذا، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.